الجدعان. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. النهارده في بدايه حلقتنا حابب اتكلم في موضوع شديد الاهميه ويخص مجموعه من المزارعين في مدينه الطور التابعه لمحافظه جنوب سيناء. هذه المنطقة كانت عبارة عن مجموعة من السلاسل الجبلية الشباب المكافح، نجح في اكتشاف مناطق تصلح للزراعة داخل مدينة الطور في قلب الجبال. المياه في الآبار بتخرج 400 و500 جزء في المليون، يعني مياه معدنية وصالحة للزراعة. الناس توسعت في الزراعة، الكلام ده من حوالي 10 أو 12 سنة، وناس جت من برة وحطت كل شاع العمر في أراضي مدينة الطور التابعة لمحافظة جنوب سيناء. هؤلاء الشباب اتقدموا بالفعل للجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وسددوا الرسوم المطلوبة، ونزلت لجان المعاينة وتأكدت بنسبة كبيرة جدا أن هؤلاء الشباب جادين في أعمال الاستصلاح والاستزراع. وبالفعل تم الاتفاق على تحديد سعر لتقنين هذه الأراضي، الاتفاق ما بين لجنة استرداد أراضي الدولة ومحافظة جنوب سيناء وأيضا الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية صاحبة الولاية على هذه الأراضي. وبالمناسبة بفضل هؤلاء الشباب الجدعان المكافحين في مدينة الطور تم ضم مساحات من أراضي مدينة الطور في قلب الصحراء لشركة الريف المصري الجديد. الأراضي شاسعة وصالحة للزراعة، والمياه صالحة أيضا للزراعة. المهم أن هؤلاء الشباب اللي زرعوا مساحات تقترب من حوالي 10,000 فدان في قلب جبال مدينة الطور في جنوب سيناء، فوجئوا بمحافظة جنوب سيناء بتقول لهم أنا مش هقدر أتعامل مع حضراتكم رغم أن أنتم مسددين الرسوم وأن هناك اتفاق على تحديد سعر لفدان هذه الأراضي، والسبب هو نقل الولاية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وأيضا نقلها من محافظة جنوب سيناء. الشباب هناك في مدينة الطور من المزارعين في حيرة من أمرهم، مش عارفين يعملوا إيه ومين اللي هيقنن أوضاعهم وإزاي يسددوا مستحقات الدولة. المفروض إن الدولة تكمل معاهم الطريق اللي بدأوه من سنة 2015 منذ ظهور لجنة استرداد أراضي الدولة. الناس اتقدموا للجنة وسددوا الرسوم ونزلت المعاينات وتأكدت من جدية الزراعة، وكان ينتظر تحديد سعر للفدان حتى يمكن تقنين أوضاعهم، ويجب أن تستمر هذه الحكاية حتى تكلل بالنجاح ويستقر هؤلاء الشباب في مدينة الطور. احنا بنتكلم في مساحات 50 و60 و70 فدان، مش بنتكلم في آلاف الأفدنة، ده كل شاب هي دي المساحة اللي قدر يزرعها في هذه المناطق القاحلة. كل ما أتمناه حتى يمكن مكافأة هؤلاء الشباب المكافحين اللي نجحوا في زراعة صحراء مدينة الطور هو إجراء حصر لمزارعهم واستكمال إجراءات تقنين أوضاعهم مع لجنة استرداد أراضي الدولة أو مع محافظة جنوب سيناء. ده حقهم، ده كانوا مستنيين تسعير للفدان وتنتهي كل مشاكلهم إلى الأبد وتستقر أوضاعهم بصورة كاملة في محافظة جنوب سيناء. ده طلب بسيط جدا والمساحة ليست شاسعة، احنا بنتكلم في 10,000 فدان متقسمة على مئات الشباب في مدينة الطور، وكلهم شغالين وجادين وكادحين ويستحقون الاستقرار. خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا ايه النهاردة في برنامج الجدعان. دلوقتي مع حضراتكم هنتوجه الى منطقة النبرية، هنزور هناك مصنع بيتي العملاق للألبان والعصائر والزبادي. كفاية أن أقول لحضراتكم أنه بينتج 550 مليون لتر من الألبان والعصائر و85 مليون كيلو من الزبادي، كل ده عشان مصر وأسواق 45 دولة. خليكم معنا.
دلوقتي حضراتكم في منطقة النبرية، هنزور لأول مرة مصنع شركة بيتي العملاقة لمنتجات الألبان والعصاير. صرح جبار فعلا، لأنه في الأصل عبارة عن حوالي 26 خط إنتاج حديث، وكل خط تقريبا يعتبر مصنع لوحده. حتى عبوات التعبئة البلاستيكية بينتجوها في المصنع، يعني مجمع مصانع من العيار التقيل لمنتجات الألبان والعصاير العالية الجودة، سواء للسوق المحلي أو لأسواق 45 دولة بيصدروا لها 10% من الإنتاج. مصنع بيتي مساحته 120 فدان، وبدأ تأسيسه سنة 1998 على أحدث النظم العلمية والتكنولوجية لصناعة الألبان والعصائر، وهو أضخم مصانع الألبان والعصائر في مصر بحجم استثمارات تجاوز 5 مليارات جنيه، ده بأسعار زمان. وبينتج النهاردة سنوياً أكتر من 100 منتج غذائي، منها أكتر من 220 مليون لتر من الألبان و230 مليون لتر من العصائر و85 مليون كيلو من الزبادي سنوياً، وبالتالي حصتهم السوقية في مصر عملاقة فعلاً، سواء في الألبان أو الزبادي أو العصائر. وخلي بال حضراتكم، بيتي منظومة حقيقية، سواء في دخول الخامات والتأكد من جودتها وتصنيعها وحفظها وتداولها ونقلها وتوزيعها، وكفاية إن فيها أسطول شاحنات بإجمالي 1360 شاحنة لنقل وتوزيع المنتج النهائي، وبيمتلكوا 33 مركز توزيع على مستوى الجمهورية وأكثر من 102 ألف نقطة بيع للمنتجات النهائية. وبالمناسبة، في شركة بيتي ملتزمين جدا بالمسؤولية المجتمعية ومشروعات التنمية المستدامة، مثلا المهندسين والفنيين والعمالة في المصنع بالنبرية عددهم 1200 فرد من إجمالي 5500 فرد في شركة بيتي، وكلهم أسرة واحدة، ومعظم العاملين في المصنع بالنبرية من البحيرة أو الأسكندرية. كمان أنشأوا أكبر محطة للطاقة الشمسية، ودي بتنتج 7.6 ميجا وات باستثمارات تجاوز 5 ملايين دولار، وبالتالي هي أضخم محطة للطاقة النظيفة في قطاع شركات الأغذية والمشروبات في مصر، بخلاف أنهم بيمولوا عمليات تدوير 290 طن من مخلفات البلاستيك للحفاظ على سلامة البيئة. تعالوا خلال زيارتنا نقابل المهندس محمود دويدار، المدير العام للعمليات والتصنيع بشركة بيتي، عشان نتعرف على المنظومة اللي بتدار من خلالها مصانع بيتي. وأنا ما ينفعش أقول هنا شركة، يعني احنا بنتكلم في 26 خط إنتاج، يعني 26 مصنع، يبقى احنا في مدينة صناعية. ما شاء الله بجد. أنا عايز أسمع الحكاية اللي حولت المنطقة دي لأكبر مدينة صناعية لإنتاج الألبان والعصائر في مصر. شركة بيتي ممكن نقول عليها شركة عملاقة. أول حاجة هي إحدى شركات المراعي. الحكاية بقى لها 25 سنة. اللي حضرتك شفته النهاردة دول مصنعين بنعمل سنوياً رقم يوازي 500 مليون لتر. ده حجم الشركة، وبرضو ده حجم المسؤولية اللي علينا. مسؤولية علينا أن أنت تعمل منتج موجود في كل بيت. فالجودة بالنسبة لنا مهمة جداً. أنا شايف هنا أن أنت مش سايب حاجة. أنت حتى الصناعات المغذية بتاعتك عبوة غطا انت اللي بتعملها. الكلام ده يعني عادنا ننظمه في كام سنة واشتغلنا عليه ازاي؟ وليه 120 فدان هنا؟ انتوا عندكم توسعات تانية؟ اول حاجة الشغل اللي حضرتك شايفه النهاردة ده شغل. انا فخور جدا بالفريق اللي عمل الشغل ده. احنا بنتكلم على مهندسين مصريين، عاملين مصريين، فنيين مصريين، هم اللي عملوا الصرح اللي حضرتك شايفه وهم اللي بيديروه. تاني حاجة، احنا مسؤوليتنا مش بس في التصنيع، مسؤوليتنا كمان للموردين الموجودين حوالين. فانا علشان يبقى عندي منتج كويس لازم العبوه تكون مظبوطه، لازم المورد اللي هيشتغل معايا على الغطا يبقى شاطر. علشان انا شركه كبيره لازم يصنع الحاجه بالجوده اللي تناسبني، وده مسؤوليه من المسؤوليات اللي عليا. الجزء الثالث اتكلمت على التوسعات. احنا بنتكلم على 5 مليار جنيه حجم استثمارات موجود في مصر. السنة دي احنا يمكن عاملين 200 مليون صناعي. السنة دي 200 مليون، السنة الجاية حاطين استثمارات كمان عشان نوسع قدرتنا، مش بس عشان نخدم السوق المحلي، كمان عشان نخدم الأسواق اللي حوالينا. هو حضرتك حجم مبيعاتك سنويا قد ايه؟ او في 23 وبتستهدف كام في 24؟ احنا بنستهدف السنة دي 13 مليار، السنة اللي جاية بنستهدف 16 مليار. 16 مليار وعندنا خطط طموحة اكتر من كده كمان باذن الله. 3 مليار للسنة الجاية زيادة، دول جايين من زيادة التوريدات ولا من فتح أسواق جديدة؟ فتح أسواق جديدة ده أكبر حاجة.
التصدير بالنسبه لنا مهم جدا، زي ما قلت لحضرتك هو مبني على اسس الجوده اللي احنا الشركه كلها قايمه عليها، فان شاء الله نفتح اسواق ثانيه، وهو ده اللي هيدينا توسع للاسواق الخارجيه. بالمناسبه المهندس محمود دويدار المدير العام للعمليات والتصنيع بشركه بيتي خبره مهوله في اداره المصانع الكبرى، هو تخرج في كليه الهندسه بالجامعه الامريكيه سنه 2000 وعمل في عده شركات عالميه زي جونسون اند جونسون ومارس للشوكولاته، ونجح في تحويل مصر لمركز عملاق لتصدير الشوكولاته في الشرق الاوسط، وانضم لشركه بيتي سنه 2018 كمدير عام للشركة، وتولى مسؤولية العمليات والتصنيع، وحقق مبيعات بقيمة 13 مليار جنيه خلال العام 2022-2023، وبيستهدف هو ورجالته في سنة 2024 تحقيق مبيعات بحوالي 16 مليار جنيه وتصدير 20% من الإنتاج لأسواق العالم، وهو دايما حريص على تأهيل العمالة ومنحهم الفرصة للإبداع والابتكار في العمل وتنمية الشغف بالصناعة بداخلهم. انت ما عندكش عامل بيلمس منتج، هل ده المقصود؟ بص يا استاذ محمد، دي احدث تكنولوجيا في العالم. في العالم؟ في العالم، مش بتكلم في مصر. اللي بيدير الخط ده يمكن 3 عمال واقفين على كمبيوتر، كل الحتة دي بعد كده اوتوميتد. فمن ساعة ما بنستلم اللبن اللي جاي من مزارع معتمدة من عندنا، ومزارع كل توريدة لبن بتتحلل لحد ما بتطلع من عندنا زي حضرتك ما شفت في الاخر الخط هنا، مفيش اي حد بيلمس اي حاجه، كل ده بيمشي اوتوماتيك علشان في الاخر نضمن ان المنتج اللي بيتحط على الرف احسن جوده ممكنه. سؤال بس ده من بره المقرر. تحت امرك. وانا بتمشى في كل مكان انا شايف لوحه العامل اللي هنا او المهندس او الفني بيقول لك مقترحات، بيقول لك احنا عملنا ايه النهارده، بيقول لك المفروض نعمل ايه بكره، وهل حضرتك بتسمع ده وتطور ولا لا؟ عايز اعرف. الاساس بتاع الشركه دي هو ولا هو المكن ولا هو التكنولوجيا، الاساس بتاع مصنع شركه بيتي هو الفرد، هو الفريق اللي موجود عندي. انت لو مدير عمر ما هتفهم احسن من العامل اللي موجود على الخط، بس الفوق ازاي تخلي تعمل برنامج يخلي الراجل ده يتكلم على برامج تحسين وعينه تتوجه للحاجات اللي بتجيب فرص للتطوير. يعني مثلا احنا عندنا السنه دي واحنا بنتكلم 23 عندنا 113 مشروع للتحسين والتطوير. طيب ال 113 مشروع دول تم الاداره يعني قد ايه؟ لا يا فندم، من العمال اللي على الشوب فلور اللي على خط الانتاج. ال 113 مشروع دول وفروا لي السنه دي بس 45 مليون جنيه. خلي بال حضراتكم، شركة بيتي عشان تنتج 220 مليون لتر من الألبان و85 مليون كيلو زبادي وتضمن جودة اللبن اللي بتورد للمصانع، اشتغلت على تطوير أكتر من 100 مزرعة صغيرة ومتوسطة، كمان حوالي 10 مراكز لتجميع الألبان من صغار المزارعين، اشتغلت على دعمهم فنيا ومنحتهم أجهزة تحاليل، ودربت أصحابها على ضوابط استلام الألبان، وده كان تحدي كبير زي يوفروا لمنتجاتهم ألبان نموذجية وهم ما يمتلكوش رأس واحدة من الأبقار الحلابة في مصر. أنا عايز أعرف حاجة بقى، هنا المنتجات اللي موجودة احنا بنتكلم في حوالي 100 منتج صح كده؟ صح. ما تقسم لي كده المصنعين دول، هم يبانوا من بره مصنعين لكن من جوه رجلنا اتكسرت. معلش تعبناك معانا. بص احنا بنتكلم حوالي 220 مليون لتر عصير، بنتكلم في 220 تقريبا برضو لتر ألبان، 80 أو 85 مليون لتر الزبادي. طبعا دي أحجام كبيرة قوي، تمام؟ فإحنا عندنا 3 علامات تجارية أساسية، عندنا العلامة التجارية المراعي بيتي وكل يوم، كل واحدة بتخاطب فئة معينة، كلهم نفس مستوى الجودة اللي بيطلع العالية اللي بتطلع من شركة بيتي. كم الملايين اللي بتنتج من اللترات ألبان وعصاير بتنقل إزاي بقى على مستوى الجمهورية؟ إيه المنظومة اللي معمولة؟ إحنا عندنا واحد من أكبر الأساطيل اللي موجودة في مصر، يمكن الرقم بيقرب ل 1300 ما بين عربيات توزيع صغيرة ومتوسطة وتريلات كبيرة، هو ده اللي بيضمن إن إحنا موجودين في كل محافظة في مصر وفي أكتر من 100,000 نقطة توزيع. كل ده بيتحرك عشان يوزع المنتج، بنوصل للكرة، بنوصل للمناطق البعيدة، كل ده من خلال إيه بقى؟ عندنا 33 مركز توزيع، وعندنا برضو برنامج توزيع متناهي الصغر اسمه كسيب. الكسيب بيروح لأكتر يوزع في المناطق الكرة والنبوع اللي بعربية صغيرة، وده واحدة من المشاريع المسؤولية الاجتماعية اللي احنا بنعملها، مهمة جدا للتوزيع طبعا، يبقى الشاب يستفيد ويفيدنا الاتنين بيستفيدوا. طب انا شفته وانا داخل
محطة مهولة للطاقة الشمسية، ده معناه عندنا الاستدامة. طبعا. بننفذ الاستدامة ازاي؟ خليني اقول لحضرتك ده معناها ايه بالنسبة لنا. احنا مثلا عندنا، حضرتك كلمت على الطاقة الشمسية، احنا عندنا محطة قدرتها 7.6 ميجا، ده يعني ايه؟ يعني 20 ل 30% من استهلاك الكهرباء جاي من مصادر مستديمة زي الطاقة الشمسية. طيب ايه تاني كمان؟ اول حاجة احنا بنستعمل غاز طبيعي في كل الحاجات اللي بتحتاج حرارة، كنوع احسن من الوقود الاحفوري وهكذا. عندنا محطة معالجة بتكلم في قدرة 3200 متر مكعب، بتعالج كل المية اللي طالعة من العملية الصناعية، مفيش ولا نقطة مية بتروح للصرف الحكومي. هي دي نماذج للاستدامة اللي احنا بدأناها، وده عندنا توجه ان احنا كمان نعظم استهلاكنا من الطاقة الشمسية في السنين اللي جاية علشان يوصل للرؤية بتاعتنا ان احنا فعلا تبقى شركة يعني رائدة في مجال الاستدامة في الألبان والعصائر. هندسة، احنا ألبان وعصائر، يعني المورد الرئيسي بتاعي اللي بيجيب لي العلبة دي بتاع عنده مزرعة ألبان او عنده مزرعة محاصيل بستانية، كلمني عن ده بندعمه ازاي وده بندعمه ازاي. اظن احنا شركة. صح. بص يا فندم، احنا الموردين اللي بنشتغل معاهم بقالنا سنين بنشتغل معاهم، وهم جزء من النجاح ده. وعشان تبقى مورد لشركة بيتي لازم بتحقق مواصفات جودة معينة. طيب خلينا نتكلم على الألبان مثلا. احنا عندنا يمكن اكتر، بنشتغل مع اكتر من 100 مزرعة و11 مركز توزيع، بيوردوا لنا كل يوم لحد 800 طن من اللبن. كمان المزارع اللي بتشتغل معانا بتاخد مننا خبرة فنية علشان يحسن انتاجيات طبعا، احسن جودة وهكذا، وبالتالي يترجم الكلام ده لربح ليه، ولما هو يكسب فبالتالي هيقدر يعمل توسعات، وبالتالي انا هيجي لي لبن ازيد فاقدر انا كمان اتوسع وهكذا. بالنسبة للمحاصيل البستانية بنعمل ايه؟ نفس اللي قلت لحضرتك بالنسبة للألبان، فاحنا بنشتغل مع شركات اللي بتعمل الكونسنتريتس او المركزات على جودة المحاصيل اللي احنا عايزين نشتغل عليها، فبالتالي بتترجم ليه في الاخر محصول او طريقة معينة للمحصول، وهو ده المحصول اللي بيرجع لي في شكل فراولة بحطها على اللبن بتاعي او الزبادي وهكذا. خلي بال حضراتكم، شركة بيتي عندها ما يقرب من 250 شريك كفء بجد بيوردوا كل احتياجات المصانع بما فيها مكونات الألبان والعصائر ومواد التعبئة والتغليف، وسنوياً بتأهل أكتر من 25 مورد، وبتساعدهم على التطوير من خلال زيارات الدعم الفني، وبتطبق أكتر من 11 مليون تحليل سنوياً على الخامات. ده مجرد اطمئنان. تعالوا نقابل سعود زكي، نائب الرئيس التنفيذي للجودة وتطوير المنتجات في شركة بيتي. حضرتك اللي مطلع لنا 100 منتج اللي بيخرجوا من هنا من شركة بيتي. طيب ميلاد منتج يعني ايه؟ جودة يعني ايه في شركة بيتي بالحجم اللي انا شايفه ده؟ بالنسبة لمراحل الجودة، احنا جودة بيتي ما بتبتديش عند باب المصنع، جودة بيتي بتبتدي عند كل مورد بيورد خامة، سواء خام لدخول في التصنيع أو خام حتى لمواد التعبئة والتغليف. كل دول بيبقى لهم مراجعات دورية، في أكتر من 1000 ساعة تدقيق بيقوم بها فريق تأهيل الموردين لشركة بيتي، وده فريق من ضمن فريق الجودة شغلته بس المتابعة والتدقيق على جميع موردين شركة بيتي، سواء المحليين أو حتى اللي موجودين خارج جمهورية مصر العربية. معلش بدون مقاطعتك، بتشترط شهادات ايه عشان اورد لك في بيتي؟ احنا الاساسي في اي مورد حتى قبل ما نبتدي نروح نعمل عليه تدقيق يبقى عنده الشهادات الاساسيه بتاعه جوده وسلامه الغذاء، زي الهسب، زي الاف اس سي 22000، البي ار سي، عشان نضمن ان الخامه اللي جايه لنا بتتطابق مع معايير سلامه الغذاء عشان تبتدي تدخل مصنع بيتي. لما المورد يبتدي يورد الماده دي للمصنع، بيبتدي فريق الجودة بقى في المصنع يحلل المادة دي، يتأكد من سلامة الغذاء بالنسبة لنا. أول ما المادة تيجي مطابقة للتحاليل الميكروبيولوجية والكيميائية، المادة تقدر إن هي تدخل تبقى أبروف في عملية التصنيع داخل المكونات بتاعت شركة بيتي. لما بنعمل منتج بقى بنطمن إزاي قبل ما نطرحه في السوق إن المستهلك هيقبله؟ وعندي سؤال برضو عايز تفسر عنه، وأنت لما بتصنع منتج او بتبتكر وتبدع منتج من قطاع الالبان او العصاير بتبقى عامله لمصر بس
ولا الأسواق ال 44 دولة اللي أنت بتفضل لها؟ إحنا بنعمل منتج يتناسب مع المستهلك اللي إحنا بنستهدف إن هو يشتري منتجاتنا. فبالتالي جزء من عمليات الاختبار اللي إحنا بنعملها إن إحنا نعمل فاليديشن للمنتج ده، هل هو هيتناسب لو إحنا هننزله في السوق المصري؟ هل هو يتناسب مع ذوق المستهلك المصري ولا لا؟ والحاجات دي ما بتاخدش يوم أو يومين. إحنا ساعات مع تطوير المنتجات الجديدة بنوصل إن إحنا ممكن بنطور منتج في سنة أو في سنتين. وأنا بخرج وأدخل من كل مصنع أو إدارة موجودة هنا بيحصل تعقيم وبيحصل مرور من بوابات هدفها رفع الهيجين أو الأمان الحيوي في المكان. ولكن إيه كم المعامل اللي عندكم ده؟ ليه؟ بما إننا بنتكلم عن بيتي فإحنا ملتزمين بمعايير جودة عالية جداً. إحنا تقريباً بنعمل حوالي 11 مليون اختبار. إحنا كل عملية بتتم على المنتج بناخد منها عينة وبيبقى ليها اختبار قبول أو رفض إن المنتج ده ينفع يروح من المرحلة دي للمرحلة اللي وراها لحد العبوة، سواء الكرتون أو الإزاز أو الكوباية البلاستيك بتاعت الزبادي اللي بياخدها المستهلك المصري. طبعاً أنت عارف أهمية بيتي بالنسبة لمزارع الألبان، لو عايز أورد لك لازم أبقى أوفر إيه؟ لازم يكون معايا شهادات إيه؟ إحنا غير إن أنا معايا بقر أولشتاين دفع دم قلبي. إحنا اللي بيهمنا أكتر من المزارع الألبان بالذات لأن اللبن الخام هو مادة خصبة جداً لنمو أي حاجة موجودة حواليها في البيئة المحيطة. فبالتالي البيئة المحيطة اللي هي المزرعة وبيئة المزرعة مهمة جداً من ناحية برضو النظافة والهيجين، لأن إحنا أصلاً نبتدي ننتج فيها لبن. طبعاً كل ما الدايرة بتاعة الحلب لحد التخزين لحد النقل تبقى مغلقة، ده بيعرض اللبن لأقل كمية ملوثات، فبالتالي بيرفع من كفاءة وجودة الألبان. طبعاً صحة القطيع حاجة من ضمن الحاجات الأساسية اللي إحنا لازم ناخد بالنا منها وإحنا بنأهل المزارع. المواد الغذائية اللي بتبقى مكونات اللبن هتبقى عالية، فبالتالي برضو مع النظافة والتعقيم الميكروبيا اللود اللي موجود في البيئة المحيطة مش هيبقى منقول للبن، فبالتالي أنا بضمن كفاءة وجودة اللبن الخام اللي أنا بستقبله في المزرعة دي. طبعاً الشيلرات أو المبردات، لأن اللبن الخام لازم يتبرد لحظي أول ما بعد الحلب، أول ما بستلم برضو اللبن الخام بشوف درجة الحرارة، بقيس شوية حاجات لها علاقة بالمعايير بتاعة استلام اللبن، وبعد كده برضو ببرده وباخده على سيلوهات التخزين أو تنكات التخزين وبعمله بسترة لحظية أول ما بيوصل عشان أضمن أن اللبن متخزن عندي جوه المصنع عشان أعمل عليه أي معاملات تانية، سواء أن أنا أنتج لبن أو أنتج زبادي. فاللبن النهاردة بقى آمن على أن أنا أقدر أخزنه عندي في المصنع. خليني أقولك على حاجة عجبتني جدا جدا لما وإحنا ماشيين بسألك، هو أنت مين اللي راجع عليك وأنت عامل الشغل ده كله؟ قلت لي أنا بفتش على نفسي. فهمنا ده ازاي؟ جزء من عملية التطوير المستمر هي ان انا دايما اراجع على نفسي الاول، لان انا عندي عمليات، العمليات دي فيها اشخاص بتشترك في المنظومة عشان نحقق المنتج النهائي. ثقافة الجودة عند شركة بيتي مش بتتوقف كمان عند مسؤول الجودة في شركة بيتي، بالعكس هي ثقافة كل الناس اللي موجودة في شركة بيتي. حضرتك هتلاحظ من وانت داخل على البوابة فرد الامن عارف ان لما يبقى في زياره ايه الاجراءات اللي بيتبعها مع الزائر، وكان في تعليمات برضو اتبعتت لحضرتك والفريق العمل قبل ما تيجوا ليها علاقه، ممنوع الشورت، ممنوع التيشيرت، لازم لبس مقفول. فكل دي بيزك قبل ما نبتدي ندخل المصنع. دخلنا المصنع حضرتك دخلت لقيت من اكبر واحد في الشركه، من اكبر واحد في المصنع لحد اقل واحد في المصنع، كلهم لابسين زي موحد، مفيش واحد لابس حاجة مختلفة عن التاني. طبعا احنا وصلنا لمرحلة في المنظومة ان انا ممكن اروح اي منطقة انتاجية في المصنع، حاجة اسمها ان اناونس، تفتيش غير معلن. فبالتالي انا بضمن ان اي منطقة انتاجية قاعدة بتستعد اكن التفتيش جاي لها في اي وقت. فعشان كده انت هتدخل المصنع في اي وقت هتلاقيه بنفس الستاندرد او بنفس المستوى اللي موجود عليه المصانع
كل مصانع بيتي في أي وقت. تخيلوا حضراتكم، في أكتر من 50,000 بقرة هولشتاين حلابة لبنها بيتورد كل يوم لشركة بيتي، بخلاف إنها بتصنع حوالي 300 مليون ثمرة فاكهة من مختلف الأصناف، جوافة، مانجا، تفاح، برتقان، عشان كده بتنتج أفضل عصاير الفاكهة في مصر وبجودة مرتفعة جدا. تعالوا نقابل المهندسة روان هشام، عضو فريق المعامل في شركة بيتي، وخلي بال حضراتكم دي تخرجت في كلية الزراعة جامعة الأسكندرية قسم تكنولوجيا الألبان. قالوا لي حضرتك شاطرة قوي وهتفهمينا يعني ايه لبن، ازاي نحافظ عليه، ليه بنحطه في علبة. انا عايز اسمع شرح من حد متخصص جدا وشاطر جدا، سواء في الكلية او لما تعين هنا. بالنسبة لاستلام اللبن نفسه، استلام اللبن نفسه بيجي لنا من المزارع. احنا لينا فريق خارجي هو اللي بيشرف على المزارع وهو اللي بيشرف على نقل اللبن، وهو ده الفريق اللي بيدعمنا فنيا في المزارع. لكن اول ما اللبن بيجي على باب المصنع، على باب يبدأ المصنع دور انا بقى بالظبط. تعالي بينزل مهندس الجوده يشرف على العربيه اللي جايه باللبن، بيعمل انسبكشن كده بعينه ان هو العربيه نظيفه، الوصلات كويسه، اللبن ما فيهوش اي حاجه، لان العينه يعني العينه لا تمثل الا نفسها. فانا بسحب العينه لا تمثل الا نفسها. برافو. فهي انا لو سحبت العينه وانا مش شايفه مثلا حاجه عايمه على الوش او اي فورين ماتر ممكن تدخل جوه اللبن، انا ممكن ما اشوفهاش بعد ما اسحب العينه. فطبعا لازم يحصل الفيجوال انسبكشن على العربيه وعلى اللبن. وبعد ما اسحب عينه اللبن انا بقى بعمل التحاليل الخاصه بيا انا، اللي هي بقى بتضمن لي ان ما فيش اي غش حاصل في اللبن ده، ما فيش اي مواد حافظه محطوطه على اللبن. فانا بضمن ان اللبن ده ما فيهوش اي انواع من المواد الحافظه، ما فيهوش اي انواع من الغش، ولا في الدهن اللي فيه هو فعلا دهن طبيعي. وقتها بتقبل استلام اللبن، وقتها بتكون المزرعه دي بالنسبه لي اكسبتد وبتدخل على البروسيس. اما بتبدا بقى تدخل في البروسيس، بتبدا ان هي لو هنعمل اللبن الشرب، فلبن الشرب بيدخل على حاجه اسمها الهوموجينايزر، المجنس. المجنس اللي هو الهوموجينايزر ده اللي بيفتت لي جزيئات. هو بيضغط اللبن على كم بار المجنس ده؟ على 150 بار. 150 بار ده اللي بيضمن لي ان هو يحول جزيئات الحبيبات الدهني الكبيره تتكسر، يفتتها في اللبن كله، بتتفتت بتبقى هوموجينايز، العلبه كلها هوموجينايز. فهو كده بيضمن لي ان انا باخد بستفيد من كل مكونات اللبن، مش بيبقى مثلا القشطه من فوق وباقي مكونات اللبن صحيح. من تحت. على فكرة شركة بيتي بتتعاون مع أضخم شركات التعبئة والتغليف والآلات والمعدات في مصر والعالم، وكلهم بيتميزوا بتطبيق أحدث التقنيات التكنولوجية في التصنيع زي تتراباك وسياج ودلافال، عشان كده مصانع النبرية من أحدث المصانع زي ما حضراتكم شايفين، وبتلتزم الشركة في صيانتها بتطبيق أنظمة الجودة بفعالية. وبالمناسبة فرق الصيانة في بيتي مدربة على أعلى مستوى. تعالوا نقابل معتز العمراوي رئيس القطاع الهندسي في شركة بيتي. عندنا هنا 26 خط، هي الأحدث في العالم. ده حقيقي. هدفنا إيه؟ هدفنا إن إحنا بننتج منتج آمن لابني ولابن حضرتك. تمام. ولكل المنتج اللي بيتصدر ل 45 دولة في العالم، ده منتج آمن 100%. بنختار خطوط ازاي؟ لكن اختيار الخطوط وبناء المصانع زي ما حضرتك شايف الصرح اللي احنا فيه دي مبنية على أساس علمي يهدف إلى إنتاج منتج آمن 100%. طب ده بيتم ازاي حضرتك؟ أول حاجة عندنا فريق قوي جدا جدا وكوادر قوية جدا جدا في بيتي، وبنتعامل مع كبريات الشركات في العالم، سواء لإنتاج خطوط إنتاج أو لعمليات بروسس زي اللي حضرتك شايفها، التنكات والبروسيسنج إكويبمنت أو مستلزمات خامات برضه، أو خامات أو حتى الأرضيات اللي احنا واقفين عليها. ده بيتم عن طريق إن احنا لما بنيجي في البداية نعمل المشروع عن طريق فريق الهندسية، فريق الجودة، فريق الإنتاج، كل القطاعات اللي موجودة في شركة بيتي، بنقعد وبنختار احنا عاوزين ننتج ايه. وطبعا كل منتج ليه مواصفات معينة وليه اهتمام بحاجة معينة فيه، سواء كان يعني زي حضرتك مثلا اللبن يختلف عن الزبادي، يختلف عن العصير. طبعا كل منتج ليه فترة صلاحية معينة، وبالتالي احنا بنحط كراسة شروط معينة عشان نجيب معدات من كبريات شركات زي ما قلت لحضرتك تهدف إلى إنتاج منتج آمن، وفي نفس الوقت
بنطلع كل الخبرات اللي موجودة عندنا، لدرجة ان احنا في بيتي بندي ارشادات للمصنعين عشان يعملوا معدات ونعدل المكنة. ونعدل المكنة، وقبل ما بنعدل بنعمل دراسة مستفيضة عن طريق كثفة القطاعات، وقبل ما بننتج المنتج ده بيتعمل يعني زي ما احنا بنقول في الصناعة بيتعمل عليه فاليديشن بروتوكول قوي جدا جدا جدا، وقبل ما المنتج يطلع من المكنة بيكون فريق الجودة عامل له الريليز بتاعه بناء على كرايتيريا طويلة وحاجات بنعملها عشان نضمن ان المنتج ده فعلا آمن. التدريب والتعليم جزء أساسي من الروتين اليومي عند جميع العاملين في بيتي بهدف تطوير قدراتهم وتحسين النتائج اللي بيحققوها. وكفاية إن أوضح لحضراتكم إن جميع الموظفين في بيتي بيخضعوا لأكثر من 100,000 ساعة تدريب سنوياً في مجالات الجودة وسلامة الغذاء. أنت بتجيب معدة هي الأحدث في العالم بالضبط، طب بتلاقي العامل اللي يعرف يشغلها أو بتدربه إزاي؟ عايز أفهم. إحنا عندنا 1200 مهندس وعامل موجودين في شركة بيتي. تمام. متدربين أحسن تدريب. ليه بقول لحضرتك أحسن تدريب؟ ال 26 خط إنتاج اللي حضرتك شايفهم دول بيداروا عن طريق فريق بيتي، سواء كان إنتاج، صيانة، وعلى فكرة دي من أكتر الأمور اللي بتكلف الشركات صيانة المعدات دي، الجودة اللي بتراقب على المعدات دي. لو أنا النهاردة بركب خط إنتاج جديد وهروح أجيب حد يعمل لي الفاليديشن بتاع الجوده هياخد مني فلوس قد ايه؟ فاحنا بنبني كوادر قويه جدا تقدر هي اللي تعمل الشغل ده، وهي اللي تطلع لي كل المشاريع دي اللي حضرتك شايفها والصرح القوي ده للنور. التدريب هو اللي بيعمل الاختلاف، التدريب والمحاكاه هو اللي بيبني كادر قوي جدا يقدر يقود في المستقبل، وده الاهم. يعني انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، انا ابتديت في بيتي هنا كنت مدير صيانه في الاول، ومع مرور السنين بقيت مدير مشروعات. عملنا مشروعات كتير جدا جدا ادت ان انا حاليا رئيس القطاع الهندسي. ولسه ربنا يخليك. انا شايف 26 حط دول لسه البدايه. لسه احنا اتفقنا احنا مدينه. بالظبط. مدينه صناعيه للالبان والعصاير. وده حقيقي حضرتك، احنا بنتكلم 26 خط انتاج معمولين في مصنعين كبار بيقال عليهم ميجا بلانتس، يعني كل مصنع فيهم حوالي 30,000 متر مربع، ده الارض اللي حضرتك اللي احنا واقفين عليها للمباني بس بتاعه المصنع. فده ان شاء الله يعني في المستقبل هيكون في مصانع اكتر وفي منتجات اكتر، واحنا لسه شغالين والبحوث والتطوير الحمد لله معانا بيدينا حاجات، بنشتغل مع المشروعات عشان نطلع منتجات تانية ونطلع حاجات تانية تفيد السوق المصري وتفيد للتصدير، وده الهدف في الفترة اللي جاية إن شاء الله. خلي بال حضراتكم، احنا كمستهلكين أهم حاجة في شركة بيتي كم المعامل والاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء اللي بيطبقوها وممرات الهيجين أو الأمان الحيوي، كل ده بيأكد اهتمامهم بينا كمستهلكين، بخلاف أنهم بيراقبوا على نفسهم. تخيلوا، يعني بينفذوا أكتر من 1000 حملة تفتيش ورقابة ذاتية سنويا، ولو جات شكوى من مستهلك بيتعاملوا معاها بجدية شديدة جدا وعلى مستوى كل الأقسام والمصانع، وبيقدروا من خلال نظم التتبع الملتزمين بيها أنهم يتحققوا من الشكوى، وفوراً بينفذوا عمليات فحص لتحديد الخلل وعلاجه. دلوقتي مع حضراتكم هنتوجه إلى منطقة شبرا الخيمة، هنزور هناك ورشة صغيرة لدرجة أننا هنصور في الشارع. بيمتلك هذه الورشة شاب اسمه إيهاب حسني، وهو مدهش بالفعل لأنه نجح في تحويل الحديد إلى أساسات رائعة بالفعل. خليكم معنا. اللي قدام حضراتكم ده اسمه إيهاب حسني، وشهرته إيهاب آيكيا، جدع بسيط جدا وبيمتلك ورشة صغيرة في شبرا الخيمة، ونجح من خلالها أنه يصنع أساس من الحديد والخشب، يعني ترابيزات، مكتبات، دولاب، وحدات حمام، غرف ملابس، أعمال ديكور وغيرها.
كان بيشتغل في التسويق والدعاية لغاية سنة 2014، وبعدها اتجه لتصنيع الأساس المعدني، وساعدوا أصحابه من اللي بيمتلكوا ورش في شبرا الخيمة، كان بيحط التصميم وهم ينفذوه لغاية ما بقى هو النهاردة اللي بيصمم وينفذ، وكمان بيدهم منتجاته إلكتروستاتيك عشان يحميها من الرطوبة والمية، وتكلفته بسيطة جدا. تعالوا نقابله. اللي عرفه ان انت راجل محاسب، صح كده؟ تمام. دخلت ازاي بقى الحتة دي انك تلعب مع الحديد؟ الديكور في حتة جميلة ان هي تقدر فن صياغة المعادن، زي ما تشكيل معادن، تشكيل المعادن بالضبط. ان انا اقدر اصوغ المعدن واتطلع منه حاجة طيبة او صورة تكون لها طابع طيب نفسي، دي حاجة يعني هي تكون قوية. فهمتها ازاي؟ البداية كانت معايا، كانت في 2014-2015، كنت بعمل حاجة لصديق ليا بصورة صداقة، يعني ان انا بساعده. تعمل له ايه بقى؟ مجموعة ترابيزات بالكراسي بتاعتها بوحدة ديكورية خلفية، هي كانت مجرد فكرة ان احنا ممكن ننفذ الوضع دوت بايدينا. فحد من اصدقائه جه شاف اليونت ديت، طلب عايز يعمل تشغيلة كاملة لي، فبدأت الفكرة. طب أوكي، أنا ممكن أنفذها بشكل شخصي بداية. النتيجة اللي طلعت مني معاه هي اللي شجعتني إن أنا أبتدي أتحرك على ألعب ديكور. لقيت المعدن في إيدك، أنت ممكن بفكرة بسيطة تقدر تطلع نتيجة طيبة، بس إحنا الفينش أهم حاجة. ده أهم حاجة. مين اللي بيساعدك في الحسابات؟ أنا شايف مثلا سرير أنت وريتهولي متحمل من النص، وكل جوانب السرير اللي بيبقى عليه تقل مش أقل من فردين، كله متحمل على الأطواء اللي في النص ده. طب ازاي الحسبة بشوف السيكنس بتاع السرير، المساحة بتاعته قد ايه، بختار لكثافة المعدن يكون كثافته تكون عالية، بتحملات ملي عالية عشان ياخد السنتر، بتحملته على السنتر محور الارتكاز في السرير. بعد كده بشوف الخامات، طبعا استبدلنا الطبيعي الخشب اللي هو الملة دي اتلغت خلاص، بقى السرير بالكامل بيبقى معدن بالكامل. انت راجل بتفهم جدا في شغلك، عامل فينش حلو، معاك عملاء كتير، الانتشار ده حققته ازاي؟ اختياري ان انا اطلع منتج محترم، البرودكت في الاخر بتعامل معاه ان هو رايح لبيتي، اهتميت بالتفاصيل ان هو جاي لي انا شخصيا، يبقى اكيد هيعجب حضرتك، هيعجب اي عميل راح له. اهتمامك بان انت تطلع منتج محترم هو ده اللي بيخليك متواجد في السوق. انت حابب شغلك، حابب منتجك، عمال تفكر طول النهار، عمال تطور طول النهار، فاتح فرص عمل حواليك. صحيح انت شغال في ورشه، بس في كم ورشه شغاله معاك؟ متوسط 5 اماكن شغالين من خلالي على نفس البرودكت الواحد. قول لي منتجاتك. منتجاتي بيبتدي بدايه من ستاند المطبخ. المطبخ في مصر الديكور المعمار بيفتقد ان هو يخلي المطبخ بتاع البيت كبير، فانا بعالج نقطه مقتوله او بعالج اللي هي مشكله المطبخ بكركبته بالكامل. انا بحضرها، بخليها متواجده متحضره على وحده رف ما بين 3 رفوف 4 رفوف 5 رفوف حسب اختيار العميل وحسب حط عليها ميكرويف فرن، بيتحط عليها تقريبا توابل كل حاجه، اجهزه المطبخ بالكامل ما بين الميكرويف والفرن، ادي 2 يونت اير فراير، الكيتشن، ممكن في وحدات كمان للكافي كورنر اللي هو عشاق القهوه طبعا ليها. انت قلبك جامد في التصميم. بفضل الله. تعملهم ايه تاني؟ اهم منتج في الوقت الحالي اللي هو الستاند بتاع المطبخ اللي هو حوالينا ده، اللي هو حوالينا اللي هو بالمنظر اللي هو 5 دور وال4 دور، هو والحاجات دي معزوله، ما معزوله، واخده طبقه لامايكا عشان حمايه الحراره الفرن. وال ده بتكلم على الخشب. على الخشب المعدن واخد دهان باودر الكتروستاتيك بيدخل فرن زي زي العربيه، علشان اليونت دي متواجده جوه المطبخ، ففي حراره، في رطوبه، في عوامل جو داخل المطبخ بتبقى مختلف عن البيت بالكامل. فانا لازم اكون مراعي بكل الامكانيات ان انا اوصل المنتج للعميل ما بقاش فيه مشاكل فيما بعد. الخشب معالج بطبقه ميلامين اللي هي عزلة للمية. خلي بال حضراتكم، إيهاب حسني بيصمم وينفذ النهاردة ما بين 200 ل250 قطعة سنويا من الأساس المعدني، وبيستعين ببعض ورش تشغيل المعادن واللحامين وتقطيع الأخشاب، وكله بيتراضى من تمن القطعة. أما البيع فكله من خلال شبكات الإنترنت أو أونلاين. أنت بتعمل مكتبات، سراير، دواليب،
حاجات ديكوريه على الحيطه صح كده، فواصل ما بينه ومكان اللي هي الارشات اللي احنا مزبوط. كنا زمان ما فيش بيت ما بيخلاش منها صح كده، والمكتبات بتقدر تعمل حاجات دائريه وحاجات كمان. عريضه زي اللي احنا شايفينها دي بالظبط صح كده، وبننفذ مكاتب يعني انت عمال كل يوم تطور نموذج جديد، واللي بيساعدني كده العملاء يعني انا ببعت لك صوره لك اعمل لي دي، ده انا بدي مساحه ما بينه وبين العميل انت عايز ايه، انا عندي مساحه على قدي بعمل له، بطلع على قد المساحه اللي هو عنده انا بنفذ له وبيطلع بنتيجه طيبه بفضل الله. خليني احكي على حاجه، اما قابلت الاستاذ ايهاب بساله على ترابيز الكمبيوتر، مخلص بقى الراجل بيلعب في الحديد، فبقول له تكلفتها كام، اداني تكلفه بالظبط ربع التكلفه اللي انا بشوفها في اي مكان بره لنفس المنتج ده، ده حامل للكمبيوتر تحط عليه وتشتغل صح ولا لا؟ بالظبط. فانت ازاي بتوصل للتكلفه دي مع ان عندك عماله وعندك ورش شغاله وعندك كذا مرحله بتمر بيها وعندك دهان زي دهان العربيات؟ تكلفه المعدن بتاعي الحديد قد ايه تكلفته، بياخد كم عود. كم متر كم عود بالظبط. على فكره الحاجات اللي بتجينا من بره الحديد بتاعها انا بعتبره صاج يعني كهوا، لا انت محمل حديدك، بناخد حاجه تحملتها عاليه عشان انا احط على الستاند اجهزه كبيره وغاليه، وطبعا العميل دلوقتي مفيش امكانيه ان هو يروح يجيب اجهزه تانية او يصلح. عايز اعرف منك حاجه، انت عندك بطاقه ضريبيه وسجل تجاري؟ ما عنديش سجل تجاري وبطاقه ضريبيه، وبسعى ان يكون عندي سجل تجاري وبطاقه ضريبيه وبطاقه صناعيه عشان اقدر اتوسع، تقدر تتمول تجيب خطوطك اللي انت عايزها بالظبط، بدل 7-8 روش تعمل مصنع تجمع فيه الناس دي كلها جوه. انا نفسي يبقى عندي مصنع متكامل ما بين الاربع خمس اماكن اللي انا ببتدي اتحرك عليهم بتكلفه وكوست عليا، لو انا متواجده في مكان وعندي مكان مصنع متكامل ليا انا اكيد المنتج بدل ما هيبقى سعره 1600 جنيه هيبقى 1400-1200 وممكن يوصل ل 1000 جنيه كمان واقل من كده كمان. انا عايز اكون متواجد في البلد وعايز اكون معاكم يعني اللي هو انا موجود، وعلى فكره الموضوع ده مش بالنسبه لي مش يخصني انا لوحدي، ده في كتير ورش مصر كلها محتاجه الكلام ده، وبيطلع منها خامات محترمه جدا وايديهم قويه حتى تلاقي النتيجه طيبه منهم. ما لقيتش ليه الهناجر بتاعت الدوله اللي كانت عاملاها للشباب؟ مش عارف اتوجه فين. ف هيئه التنميه الصناعيه جهاز المشروعات، روح هناك وقول لهم انا مصنع انا عايز واحده بس، ورد عليه يقول لي اللي هيتقالك هتواجه. إيهاب حسني بيشتغل بحب كل قطعة من منتجات الأساس المعدني اللي بينفذها، وناس كتير بتكلمه عشان ينفذ ليها بيوتها كاملة، ما هو مفيش أمتن من الحديد أو الخشب ولا أرخص منهم في قطع الأساس الكبيرة، جدع مجتهد وشاطر ربنا يوفقه. ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان، ولكن حضراتكم اسمحوا لي قبل ما انهي حلقة النهاردة أشيد ببرنامج باب رزق اللي أطلقه البنك الزراعي المصري. هذا البرنامج قدر أنه هو يقدم قروض بقيمة 600 مليون جنيه لأكثر من 50,000 مشروع متناهي الصغر، قمة النجاح خلال 3 سنوات في كل القرى، والنجوع موجود. برنامج باب رزق لمساعدة ودعم أصحاب المشروعات المتناهية الصغر. طبعا برنامج باب رزق هو أحد أدوات تحقيق الشمول المالي، ده فكر الدولة. 50,000 مستفيد نفذوا مشروعات متناهية الصغر، بعضهم ما كانش يعرف من الأساس يعني إيه بنوك. النهاردة بيقدر يتقدم للبنك الزراعي المصري وبياخد قرض لغاية 50,000 جنيه عشان يبدأ بيه المشروع المتناهي الصغر، ومين يعرف يمكن بعد كده يبقى مشروع صغير ثم متوسط ثم مشروع كبير. هو بالفعل باب رزق لآلاف المصريين. ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان، انتظرونا غدا الجمعة على قناة الكهرباء والناس 2 وحلقة جديدة من برنامج حضراتكم الجدعان.